تزخر المدينة المنورة بالعديد من المواقع التاريخية والمساجد الأثرية. اليوم سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن مسجد الخندق، هذا المسجد والذي يرتبط بغزوة الأحزاب. شيخ يحفظ، نود أن تحدثنا عن هذا المسجد. هذا المسجد تكمن أهميته بقربه من المسجد النبوي الشريف، فهو لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف أكثر من 2 كيلومتر تقريبا، وكذلك موقعه التاريخي الذي وهو جبل سلع، حيث يحتضن جبل سلع هذا المسجد، وجبل سلع من جبال المدينة المنورة الشهيرة المعروفة جدا، وكذلك المعالم الأثرية حول المسجد، ومن أشهرها مسجد الفتح، وهذا المسجد الذي ثبت فيه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. ولأهمية هذه المنطقة وهذا المكان، وأيضا حاجة المنطقة إلى جامع كبير يخدم 4 أحياء مكتظة بالسكان حول هذا المسجد. الزائر حتى يصل إلى هذا المسجد، كيف يصل إلى مسجد الخندق؟ حقيقة هذه المنطقة اشتهرت باسم 7 المساجد، وكذلك مسجد الفتح، فهي منطقة مشهورة جدا على مستوى العالم الإسلامي، وكل الزائرين ومرتادين يرتادون هذه المنطقة ويبحثون عن منطقة 7 المساجد للاطلاع على الموقع الأثري في هذا المكان، وكذلك الوقوف على جبل سلع والمشاهد التاريخية الشهيرة في هذا المكان. شيخ يحفظ، هذا المسجد يعتبر تحفة معمارية من البناء. اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه المساجد؟ حقيقة المملكة العربية السعودية وعنايتها بالمساجد عناية قديمة جدا، بدءا بخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وما تسخر من جهود مبذولة وظاهرة في خدمة الحرمين الشريفين وفي خدمة بيوت الله بشكل عام. ومن ضمن تلك المساجد أيضا التي لها عناية المساجد التاريخية والمساجد التي لها أثر وفي المملكة العربية السعودية، سواء في المدينة منطقة المدينة المنورة أو في غيرها من المناطق الأخرى. ومن ضمن هذه المساجد التي أولتها المملكة العربية السعودية عناية فائقة جامع الخندق بالمدينة المنورة، الذي تشاهدونه بهذا الطراز وبهذا المعمار الجميل، والذي تأسس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه عام 1428 للهجرة.